طبعا النهارده عايز ابدا معاكم بالتحكيم مباشره، وخبيرنا التحكيمي الكابتن محمود سعد صديقنا العزيز هيكون معانا مباشره قبل ما نتكلم في اي حاجه. ما زال التحكيم من سيء الى اسوأ. النهارده محمد يوسف حكم مباراه الزمالك واسوان كان مهتزا، والفار كان زي الزفت، وفي ضربة جزاء تالتة لأسوان لم تحتسب، وفي كلام كثير جدا على هدف محمود علاء، هدف التعادل للزمالك ومدى صحته. خلينا قبل كل القنوات وقبل كل الناس، خلينا نروح لخبيرنا التحكيمي الكابتن محمود سعد ونمس عليه. كابتن محمود سعد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومسي عليك ومسي على كل متابعينا ومتابعين كرة بلدنا الجمال. يعني كابتن محمود في كلام كتير على هدف التعادل اللي احرزه الزمالك عن طريق محمود علاء انه تسلل، وفي ضربه جزاء صحيحه لاسوان هي ضربه جزاء ثالثه لم يحتسبها حكم المباراه على الرغم انه ذهب فيها الى الفار. ماذا لديك من مباراه الزمالك واسوان يا كابتن؟ خلينا اقول استاذ ناصر الاول ان تعيين محمد يوسف للمباراه جه بعد ضغوط كبيره على لجنه الحكام علشان خاطر محمد يوسف يرجع مره اخرى بعد اخاقه. محمد يوسف ده كان ليه مصيبه مع الاهلي وكان موقوف. كان موقوف ولكن يعني بقاله فتره طويله على غير العاده، لان الناس كلها بتتوقف وبتلعب يا استاذ ناصر. يعني وفي ناس ما بتتوقفش اساسا وبتلعب برضه، يعني ما يعني هي تملي، يعني هو الراجل يعني اتظلم ايقافه فتره طويله وابتعاده عن المباريات، وبالتالي لما اجي ارجعه ما رجعوش مباراه طرفها لا زمالك ولا اهلي. يعني هي العقل بيقول كده يا استاذ ناصر، الناس ديت بتعب بس في التحكيم المصري، يعني حتى ما بيدوروش على لا نفسيه لا اعداد الحكم نفسيا، احنا بس الكابتن عصام عبد الفتاح بيتشدق بالتطوير وي 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 وفي الاخر قالك عليا الطلاق. يعني احنا بص احنا قدام مقررات عجيبه من رئيس لجنه حكام، يعني فما علينا، ربنا يعافيه هو ويقدره على المسؤوليه ويقدرنا على ان احنا نتحمل المهازل التحكيميه. خلينا نروح لل احنا قلنا التسلل زي ما قلنا في كره الاهلي، ورجعنا خلاص قلنا التسلل طالما ان الفار قال ان اللعبه سليمه وبلاي اون، خلاص احنا هنرجع لقرار الفار في التسلل. لكن انا من وجهه نظري انا شايف ان فيها تسلل، انا شايف ان اللعبه فيها تسلل، ده من وجهه نظري احنا حكمنا الاهلي. احنا قلت من وجهه نظر لعبه الاهلي ان فيها تسلل، اخر الفار قال ان اللعبه سليمه، فهنقول ان اللعبه سليمه. لكن ركله الجزاء اللي لم تحتسب لصالح نادي اسوان على محمد اشرف رؤى، هنا التدخل على قدم لاعب اسوان واضح من محمد اشرف رؤى، ولكن اللي خلى محمد يوسف يروح لعدم الاحتساب ان لاعب اسوان مثل اللعبه زياده عن اللازم. يعني الضيف اللي عمله لاعب اسوان ده رغم ان في اعاقه في القدم، وبالتالي هي ركله حره مباشره وداخل منطقه الجزاء، هنقول ركله جزاء، يبقى في ركله جزاء هنا لم تحتسب. ولكن اللي انا بقول لك اللي خلى محمد يوسف، هو طبعا احتسب ركلتين تحقيق الفار عن طريق حسام عزب. طبعا كمان احنا ما نسينا نقول ان على تقنيه الفار حسام عزب حجاج ابن دكتور عزب حجاج كثير اللجنه الاستاذ، فاللي عليه علامات استفهام كتير في التحكيم المصري، يعني في قصص كتير، وحضرتك انت يعني اتكلمت في الموضوع بتاعه ان هو دخل ازاي والدنيا عامله ازاي، فعشان الناس ديت بقى بتلعب زمالك وبتلعب اهلي، وهي دي المباراه اللي مسلط عليها الضوء الاعلامي، فربنا هيكرمهم ازاي. فخلينا في النقاط التحكيميه، انا شايف ان من وجهه نظري ان هدف التعادل فيه تسلل، هدف التعادل تسلل واضح يا كابتن.
ما انا بقول لحضرتك اهو، بس احنا مين بقى اللي هنا هيقول تسلل ومين مش هيقول تسلل؟ الفار. التقنيه بتاعت الفار. اهو. فاحنا خلاص طالما انا طب ما هي يا كابتن يا كابتن ده خط الفار الاوفسايد اهو، الخط قدامي اهو بعرضه وانت معايا. الخط نفسه مدي تسلل، ازاي تم احتسابه؟ يعني ما دي حاجات محيره وتحتاج الى اجابات من حضرتك يا كابتن محمود. ما هو بص يا استاذ ناصر، احنا فاكر لما كان في البطوله كاس العرب اللي كان في قطر وتم الاستناد لخاصيه التسلل التلقائي، شرحناها ان الفار نفسه بيعمل بوينت على جسم اللعيب 21 نقطه مختلفه في اجسام اللعيبه، وبعدين بيحدد يقول مين اللي اقرب لخط مرمى الخصوم اللاعب امام الكره، يعني في تسلل ولا مش تسلل، اوف سايد ولا ان سايد. خلاص الموضوع كان بيبقى سهل، لكن احنا ما زلنا هنا بنشتغل في الهواء. ايه الهواء؟ انا بحط النقط اللي انا عايزها بالشكل اللي انا عايزه، فانا اقوم اجيب اللاعب ده يعني هو متسلل ولا غير متسلل، وبعدين في الاخر الكابتن عصام بيزعل بيقول ان احنا بنشكك، ما مش تشكيكنا بزمن، لا بزمن ولا بضمائر، تشكيك في فنيات، تشكيك في فنيات، تشكيك في ان الناس ما عندهاش الادراك والفهم. خلاص انت اما تقعد اربع دقايق وانا بعت رساله امبارح للكابتن عصام عبد الفتاح على فكره، وقلت له لك منا كل الدعم والمسانده، واختلافنا في نقاط فنيه بعيد كل البعد عن التجريح في الاشخاص او محاربه اللجنه. بالظبط، احنا ما بنتكلمش في زمن حد. والراجل مشكور بعت لي قال لي افضل رساله وصلتني من فتره طويله، وانا بشكرك واحنا تحت امرك ونتعاون سويا وما عندناك مشكله. والنهارده انا باكد كلامك المحترم يا كابتن محمود انه الخلاف على نقاط فنيه لا خلاف فيها، يعني احنا قدامنا اهو اول حاله، الهدف الاول للزمالك تسلل واضح، يعني هذا هو الكلام اللي احنا بنتكلمه، تسلل واضح لا شك فيه. تمام. جسم محمود علاء من غير الخطوط معدي وبالخطوط معدي. هو بص يا استاذ ناصر، احنا عشان نراجع الماده بتاعت التسلل. اللاعب في موقف تسلل اذا كان اقرب الى خط مرمى الخصوم من اثنين لاعبين على الاقل او الكره، علشان بس يبقى ايه برضه، يبقى الناس اللي بتتكلم يقول لك ايه طب ما يقروا ماده التسلل. لا انا سمعها له ايه، ان اللاعب يكون اقرب الى خط مرمى الخصوم من اثنين لاعبين على الاقل او الكره، فبيكون هنا في موقف تسلل. امتى بقى يحاسب على كونه في موقف تسلل؟ لما اكتسب، اما اكتسب ميزه من كونه في موقف تسلل، هنا ابتدى عاقبه، اللي هي زي التدخل في اللعب، تدخل مع خصم، اكتسب ميزه من كونه في موقف تسلل اللي هو التدخل في اللعب النشط، او اشترك خلاص. تمام. يبقى كده خلاص بقى الموضوع بقى هو هنا يعاقب على كونه في موقف تسلل. طيب امتى بقى اعاقب انهي منطقه من الجسم؟ كل مناطق المهاجم تعاقب ما عدا اليد. ما عدا اليد، برافو عليك. مسموح بيها، مش مسموح ان هو هنا يحرز هدف بايده. تمام؟ طب ايه اللي يغطي التسلل بالنسبه للمدافع؟ كل مناطق الجسم بما فيها اليد. يد المدافع تغطي التسلل، لكن يد المهاجم ما يحتسبش عليها التسلل. فيبقى الموضوع هنا سهل وبسيط لو انا عندي فهم وادراك من ساعه لمس الكره، اول ما تطلع الكره من رجل اللاعب الزميل المهاجم، ابتدي اشوف بقى هنا هو سابق ولا مش سابق. لحظه لمس الكره، اذا هنا مع لحظه لمس الكره يبقى الراجل هنا تسلل. تسلل واضح. لكن انا لو استنيت سنه يبقى مش تسلل، هيتغطى. طيب. ولو انا جبت عملت النقطه عند الرجل ما عملتهاش عند الجسم، هيبقى مش تسلل. يبقى انا كده بقى العيب في الفنيات ولا العيب في الناس اللي قايمين على الفار؟ لا، الناس هو بالبلدي كده من الاول. بالظبط، اللي قايم على الفار فنياته مش موجوده. تمام. فيبقى احنا كده ما بنتكلمش بقى في زمن ولا في ضمائر، بنتكلم ان الناس قليلين فنيا. سواء اللي بيشتغلوا في التقنيه او الحكام اللاعبين. وحسام عزب حجاج دايما عنده مشاكل، دي معروف. طيب اذا هدف التعادل للزمالك تسلل واضح، وكان حامل الراية متميز، لازم نحيي حامل الراية عشان ما ننساهوش وسط الزحمة، لأن الراجل رضى ضميره ورفع تسلل. كون إن الفار إدى هدف، ده بيثبت إن حامل الراية كان متميز ومع آخر مدافع.
تمام. طيب نروح للرؤى اهي قدامنا برضه بعرضها اهي اهي واضحه جدا. واضح واضح الدوسه بتاعت القدم على 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 مش قدم لكن هنا محمد يوسف راح يراجع. تخيل ان هو بيراجع المراجعه رقم ثلاثه لعدم احتسابه للركلتين اللي قبليها الا على فضيحه الباص. يعني هو المرتين اللي قبليها كان يعني يا كابتن اعتقد انك تتفق معايا اللعبه بتاعت رؤى اقوى من بتاعت محمد عبد الغني. بالظبط كده بالظبط. يعني دي ضربه جزاء صحيحه لا غبار فيها يا جماعه، اذا هدف تسلل وركله جزاء ثالثه لم تحتسب لاصوات. طب في كوره بتاعت محمد عواد تتحسب ولا ما تتحسبش؟ محمد عواد ما تتحسبش. ها؟ لا يعني ده التحام عادي، يعني سيبك من الصوره يعني. لا ده التحام عادي والراجل بيلعب على الكوره مفيش مشكله، سيبك من الصوره طبعا خالص. يعني اذا هدف محمود علاء تسلل وركله جزاء ثالثه لم تحتسب لاسوان. اقول لك على مفاجاه قبل ما اسيبك. محمد يوسف صفحته على الفيسبوك، المعلومه دي ما وصلتكش، جات لي من حكم. حكم بعت لي محمد يوسف من اسبوع وصلت الامور بينه وبين اللجنه الى اشدها في المعارك ووصل الى التجاوز، فكتب على صفحته عهر تحكيمي. قال لك ايه؟ قال لك لن احكم في وجود هذه اللجنه. كتب بوست ولقح فيه على الكابتن عصام عبد الفتاح شخصيا وعلى اللجنه، وقال لك مش لاعب اي مباراه في ظل هذه اللجنه وبهدل الدنيا. يعني كمان تكتب بوست ما عرفت اذا كان رجع مسح ولا لا، وقال لك طول ما اللجنه دي موجوده انا مش هلعب. هل تم احتوائه ولا ايه الموضوع يا كابتن لو عندك معلومات؟ لا بص خالد ناصر ومحمد ما كتبش على صفحته الكلام ده، دي معلومه مؤكده مني. تمام. محمد ما كتبش على صفحته الكلام ده. محمد حكم مجتهد جدا. وكان لعيب كوره وكان حارس مرمى نادي غزه المحله، فمن الناس اللي لعبت كوره يعني. مش محمد شخصيه كويسه وشخصيه متزنه، ولكن الاخطاء موجوده ومش هتقف ومش هيبطلوا الحكام يخطأ. ولكن هنا اللجنه بتشيل بمكيالين، حكم بيخطئ على ايا كان اسمه، مين حنفي الصباحي محمود عاشور ما بيتحاسبوش. لكن لما بتيجي على حكم زي ده بتروح تذبحه. محمد يوسف حصل ان كل الناس اللي موجودين كان زمايلهم حكام منطقه الغربيه والناس اللي موجودين تفاعلوا كتير. الموضوع تصاعد بالشكل ده، لكن ما تصاعدش ان هو كتب على صفحته كلام والا كانوا نالوه، لان هو محمد مش من القوه ان حد يسنده يعني، هو اللي بيسنده ربنا بس. لكن انا بقول لك رجوعه لمباراه زي ديت انا بتكلم ده قرار خاطئ من اللجنه، زي تعيين محمد سلامه ميدو الاهلي والبنك الاهلي للسنه الثانيه على التوالي وهو عامل مشكله في السنه اللي فاتت في نفس المباراه، برضه حاجه كده يعني. الناس اللي مش عايز اقول اللي ما بيعرفش حاجه خالص هيستبعد الناس من الماتشات اللي كان عامل فيها مشاكل قبل كده، لكن احنا بندور على المشاكل وبنعملها زي ما يكون كده. احنا عارف الواحد بيدور على مصيبه يعملها لنفسه وبعدين يرجع يدور يحلها ازاي. الموضوع سهل يا استاذ ناصر، حضرتك لو مسكت اللجنه تصدقني والله هتوصلها للعداله وهتبقى افضل بكتير من اللي يا فندم. الاداره والوصول الى العدل سهل جدا لمن اراد ذلك. بشكرك شكرا جزيلا. برافو برافو عليك برافو عليك، انت كده يعني احسنت واوجدت. لابد للقائد او الليدر ان يكون اعمى بلا عيون وان يكون بلا قلب وان يحكمه لوائح وقوانين والكل في ميزان العدل سواسيه، وعندما الحكم هيعرف ان مفيش مجاملات وكله بيتعامل بما يرضي الله وقتها سينصلح الحال من الداخل وسينعكس على الدوري من الخارج. شكرا جزيلا يا كابتن محمود. كل الشكر والتقدير ليك يا استاذ بلس. شكرا جزيلا. حبينا بس نسبق كل القنوات ونسبق كل الناس يا جماعه. هدف محمود علاء تسلل واضح زي ما قال لنا خبيرنا التحكيم الكابتن محمود سعد، وضربه جزاء صحيحة لأسوان ثالثة لم تحتسب.